السلام عليكم. السلام، كي دايرين لاباس؟ السلام عليكم. الاول وثانيا هي الناس تيسولوني قال لك واش كدير ديك البرده؟ انتوما العالم جا لقاكم باقي نسولوا على البرده 4 سنين وانا معاكم وحلفتوا انتوما لبغيتوا تتعلموا. انا جاهل، انا داء جاهل خلق. من قاش هو هذا داير بحال شكل القوس. نتحدى اي واحد يقول لي هاد الهضره ما كايناش. اسيدي قرصي القرصات الاولين تجيبوا الموس مقندز بحال هذا، حيدوا هذاك قبل حيدوها. شوفوا حنايا كنناقشوا هنا العين وغضرب وسط هذا القوس هذا. شتي واخا تكون عندكم حجره ولا ما عرف ذاك العقل غتعلم. اسمعي اليوم ما تحشمي حتى واحد وما تخافي من حتى شي واحد. اليوم هضري. ملي ما كتعرفش دورها سديها بها ديو كاس، دورها بالكاس. وهذه هي الوديه الورده، شي حاجه اخرى الله اعلم. شحفتوني العام اللي جا نهضر اليوتيوب هربت منه اتحملته. غادي تنرفيني اليوم السبت، والله العظيم غادي تنرفيني. راس العام وراس المال، راس العام كيبغي الثلج والزنقي مضويه ماشي الغيس والسما محنيه والسهره ديال دوزان مسجله في شهر 8، وراس المال كيبغي الرجال والزعمه في الاستثمار. لا درتي قهوه في الطوموبيل غيديروها في حالك الكبير والصغير، الا بعتي العدس مع زعزع في البروتين غيزاحمك مرخان زوبنين. اما الا دخلتي كود برومو زروق 3900 درهم في الحين، حلوه في راس العام وقوه في راس المال. سيداتي انساتي سادتي، كي درتو كي صبحتو كي درتو كي دايرين مع الصحيحه؟ نديرو شي دخله تاريخيه. نتيجه للتوسع الامبراطوريه الامازيغيه في شمال افريقيا، وصل المطبخ الامازيغي اولا بالاخص الشباكيه الامازيغيه حتى لمصر وفلسطين. يعني اليوم غادي ناخذكم معايا في عالم الحلويات، وحتى باش نهرسوا شويه من المواضيع السياسيه والدراميه، يعني الليله ديال الحلوى. مؤرخين سيدي قال لك كان كيلقاو صعوبه باش يتورخوا الحلويات، داكشي علاش حنا اليوم في عوض ما ندويو على التاريخ الحلويات غادي ندويو اكثر على الاسماء ديالها باش نحرشوا من الاخر. اسماء الحلويات في كاع الدول ضروري تكون شي حلوى اولا جوج السميه ديالهم غريبه اولا تحشم كاع تقولها. اغرب كاطو يعني ولا حلويات سمعته خراره. ها كاطو هذا ثاني واسمه كاطو ولا خراره؟ مرحبا بنسيبي العزيز، خذ ليك شي خراره. حلوة لومبوط اللي درناها اليوم ولا حلوة الخرارة؟ نبداو بالقائمة. عندك سيدي حلوة المشقوق. نهاركم طيب وزين، جيتكم بحلوة المشقوق. شوفوا الله يبارك، شوفوا الله يبارك، ما شاء الله وصفة دقيقة. عندك سيدي حلوة بساط الريح، داكشي ديال علاء الدين. حلوة تاع صب الرشراش كما تقولوها، حنا نقولوها بساط الريح. عندك اخويا أصابع العروسة. أسرع وصفة لقهوة العشية أصابع العروسة. دابا أنت فاش كنتي عروسة والصباع ديالك كانوا بحال هكا، العريس اللي ذكر وصباعه ما دايرينش بحال هكا مفضغلين، تسمى صبيعات العروسة أو أصابع العروس. حلوة عين الجمل. اليوم نوجدو حلوة العيد سميتها عين الجمل. حلوة عين البقرة وكتنجح لكم وكتجي زوينة سميتها حلوة عين البقرة. الملفي الكذاب والحرام. حلوة الطبقات أو الملفي الكذاب، حلوة اللي هي قديمة وكتجي زوينة بزاف. حلوة راس العبد. إن شاء الله نعمل مع بعض راس العبد اللي قدامنا ديت. غنقول لك حل انه كحل، لو كان بيان غنقول لك بيان. واش غنقول له؟ نقول له باناشي. الاسم فيه شويه ديال التكحليش ولكن حيت هو قديم داكشي علاش باقي الاسم ديالو راس العبد. ما فيه لا عنصري لا والو. الحلوه ديال البورصه اللي سميتها حلوه الدولار، واخا الشكل ديالها منمر هي دولار. حلوه الدولار حبيت نشاركها معكم اليوم. حلوه البوق. حلوه اللي كتجي رائعه جدا ديال البوق. كاين البوق الكبير وكاين البوق حتى الصغير. فغنقدم لكم حلوه البوق التقليديه. حلوه العريان. وصفه تشارك العريان اللي جا بزاف بنين. شوفوا كي راني نقسم في الحبه. حلوه الكفته. اجمعك. اليوم راح نقدم لكم حلوه جزائريه 100% اللي هي الكفته. سهله كي داير، شكون ما يعرفش الكفته. حلوه البارابول. حلوه البارابول كتجي ساهله ومذاق رائع. انا الصراحه في الاول كنت باغي نصايب لكم المعجون. نصنعوا المعجون حلال، معجون حلال، معجون حلال. ايوا هذا الله راه ما غاديش. احنا في الطريق الى السيبه وما تفهموناش غلط. انا كنتبوق غير بالقهوه واتي. انا كندوي على سل، اللي بغى يزيد فيه الزيت ديال الكيف شغلو هذاك. الا كنت كنفكر انني نولي بزناز. علاش ما درتش السلو؟ حيت السلو فيه بزاف ديال المقادير بحال كتبني. وراني نهار البارح وانا نقي ومرت خويا كتعاونني بغيت لها الصحه والسلام. مني كنت في الدوله ديال تونس الشقيقه كنت كنسركل في السويق ويتبان لي واحد الحلوه ديالهم الشكل ديالها حلزوني ومقرمشه. مع قلت للسيد اللي كيبيع اشنو السميه ديال الحلوه هادي؟ قال لي ودني للقاضي.
حبيت نذكركم بها واللي هي ودنين القاضي. قلت لي هاد الحلوه هادي باينه قديمه حيت شحال هادي القاضي كان عنده بزاف المهام يعني في القيمه ديالو كان طالع اكثر ديك الساعه. هو يقول لي هاد الحلوه هادي راه في عمرها 30 سنه وانا نقول ليه بحال الحلوه ديال امي نهيمه. اليوم جيتكم بواحد الحليوه ليها 30 عام كنعقل على عقولي كنت صغيره وكانوا كيديروها العائله. يلا بغيت نشارك معكم هاد الحلوه التونسيه ديال ودنين القاضي. وانا نتفكر باللي عندنا حلوه كتشبه الحلوه التونسيه ديال ودنين القاضي واللي سميتها الحلوه ديال الطارو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه الغراف بدون غراف. واللي كيضحك على الحلوه ديال الطارو ديالنا يشوف الحلوه ديال فرنسا اللي سميتها لابين دو باربيزيو. هادشي اللي يقول لكم شحال هذه كانت الحشمه اكذب عليكم. حنا جهدنا نتسابوا بهادشي وما راه كانوا كيطيبوه. ماليناش غادي نمشيو اسيدي نلبسوا الطابليه ديالنا ونقادوا الطبيله ديالنا اللي غادي نخدموا فيها الحلوه ديال الطارو. اول حاجه بطبيعه الحال هي نلبسوا الطابليه ديالنا فوالا باش ما نوسخوا والو مادام ما تقلقش. السؤال اللي كيبقى هو الا طيبت هاد الحلوه هادي في البراد واش غتبدل السميه ديالها وغتولي حلوه البراد؟ انا عارف اش كندير. القاسم المشترك ما بين كاع الحلويات هو السكر هي الحلاوه. اذا السميه ديال الحلويات ولات معتمده على الشكل او التقطاع ديالها مثلا او لا لا ماشين باش خدمتيها. انا كنعتذر منكم حيت طيبت هنايا كنت باغي نطيب في الطبله الكبيره ولكن الاجواء ما كتسمحش. ولاني واحد البرد لا يرساله غايجيني تصوير مطفطف. ناخذوا الكباري ديالنا. يا مرحبا بنات عمي ولاد عمي الله يتاويكم الخير وتحيه الناس اللي راهم يشاهدونا. هذه حسانيه واقيله. دابا اول نظره غتشوف هذا الفيديو هذا ما غتقولش راه كتصايب الحلوه غادي تقول غير مصارم كيتغسلوا نهار العيد. انتوما هاد الشركات هادو ما لقاو لمن يخرجوا الطوار وغالينا حنايا. واحد الطريقه الا بغيتي تنعس الدراري الصغار دغيا كدير ليه التنويم مغناطيسي. تعالوا معايا للكوزين غنحتاجوا هنا واحد الزلافه ديال الطحين. جاكوزي ما عرفتش علاش حنايا كنعبروا من موال واخا طيبونا في صغرنا المقاييس كيلوغرامات مليمترات في الاخر كنعبروا بكاس ديال العنبه اللي كيوزنوا 3 الكيسان ديال العنبه. هاد المقاييس راه عندك غير انت بوحدك في دارك في كوزينتك في هذا الكون الفسيح. المهم غادي ندير كاس واحد ديال اش هذا ديال الله يحسن العوان وصافي. فوالا هادو غنحتاجو دقيق ديال الحلوى ديال الفورس غادي نغربلو هو الاول قبل ما يتغربل. علاش فيما يتغربل هذا اصلا؟ الحمد لله. واو واو غندير واحد الساشيه ديال الفاني. يا ربي القمر هذا ونقع. عرفت شنو هو السكر فاني؟ غير السكر من غنب الفاني صافي. يعني الا لقيتي الفاني دير احسن. بسم الله. تفكرت جبت معايا ماء الزهر من تونس غانا صحيبي مقطر 100% هذا خصنا نديروها شويه راه مجهد. غادي نديروا العبار ديال حزق الله روب. هادشي باش كنعبروا في المغرب. كاس العنبه جوج زلي في حياتي حمام مريم وكاينه حزق الله روب. شويه ناري كثرت واقيلا يد الله الماء الزهر فيه ريحه الانوثه. عرفتي شي وحدين قالوا لي خلصوك باش دير اشهار ديال السياحه في تونس. واش عرفتي الرئيس ديال تونس شد 100 واحد في الحبس حيت داروا مظاهرات عليه قبل الانتخابات وانت جاي كتقول لي راه يخلصني باش ندير اشهار ديال السياحه في تونس؟ اشهار ديال اش؟ ديال الحبس. غادي نديروا معاه هنايا واحد الخماره ديال الحلوى. خماره ديال الحلوى يا ربي لقى الكوبي فوالا. وغادي نحتاجو واحد البيضه وبالنسبه للناس اللي ما كياكلوش البيض يقدروا ما يديروش. فينا هو القهوه باش ياكلوه؟ البيض فشي بلايص وصل لجوج دراهم. مشات ليا مات فاش كانوا كيعيروا الزوافريه بالبيض اما دابا الزوافريه قلبوها خبز مغمس. صافي غادي نحاول دابا ندركو العجينه البلايص رانا غاسله كلشي داك البلايصه بالتيدو جافيل. دابا غادي نحاول العيالات اصاحبي شحال فيهم الوسواس. شكون مسوق على الرخامه ديالك تكون مغسوله بجافيل ولا مقعط غاسلها بجافيل كدبحي على الدبان؟ بسم الله. والله تطاحت قشره بالله يخ يخ يخ. هذه اخرى الا شي واحد لقى قشره ديال البيض الحلوه ديالكم قول لي غالوز مقرمل. بالنسبه للسكر ما غاديش نديرو حيت انا عندي العسل ديال السنغال. يا سلام. بالنسبه للعسيلات هذوك كنت بغيت نعطي لزوج شي شويه قال لي لا انا ما نجوش حيت هما شويه قاصحين على الزوافريه. ويلي 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 بركه 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 بركه. صافي غادي ندير لكم واحد شويه غادي ندير لكم الجهد اللي غادي تخلطوا المقادير صافي. واش حنا مسيرين للتبرهيش هذا؟ شويه عليك كنبان بحال هكا الخيط. دابا غادي نزيد ليها ميها. غادي دابا نجيب السلوفان ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق من بعد ما كتجمع لينا. هذا شي تكستير كبير كاتي ريحه العسل عاطيه كيما كندير لكم شي حلقه ديال الطياب تنبغي نقلبها بروج. ثقه في النفس زيدي لا لا عاد شنو اللي نرجع ليها؟ بالنسبه للحلوه ديال الغراف ما خصهاش تكون العجينه ديالها متلوقه بزاف تكون جاريه تكون شويه بين وبين. غادي نديروا لها السلوفان حتى هنايا غندير شويه ديال الزويته باش ما تلصقش ليا. نديروا ليها فين ترقد فوالا رقدي رقدي. دابا هاد العجينة هادي غتقلى سو ما تخافش كيما طلعت. أي حاجة كديرها في الزيت كتولي كرانشي صندالتك ديرها في الزيت تقلى تولي كرانشي فوالا
وبيد ما رزاحت العجينة دينا بطبيعة الحال كما ديما كنقولها لكم نمشيو نتثقفوا شوية ونقراو شي كتاب. ابقوا معنا. من بعد ما رزاحت العجينة ديالنا 21 دقيقة وقرينا الكتاب المثقف ديالنا دابا غادي نكوروه ضروري لو بلون دو طرافاي وغادي ناخذ واحد السيسويه انا ما بغيتش تخرج كبير خدوها بحال هكا باش كنضمنوا انها كتخرج رقيقة خرجيه تقريبا قد هكا. هنا جات الغرف ديال الكوفيتير خويت من الكوفيتير ودرت فيه النص ديال الزيت ما تعمروش بزاف بالزيت ديرو حتى النص صافي. بالنسبه للغرف انا ما عنديش هاد الطويرو هذا اللي جبت من تونس كانت فيه زويته بلديه زيت الزيتون البكر الممتاز قبته من هنايا وغادي نخدم به صافي. هي قريبه دابا تحمر وغادي نحيدها تحمر هذه باينه من اسفي هذه مخيره وبالضبط نهار الجمعه كنا حنا نديرو نهار الجمعه كنقولوا بحال هكا واكلين كسكسو وداك الشيء ايوا ديك الساعه بنات عامي في العشيه راه كنديروها هي ولا كنديروا الرغايف بحال هكا ولا كنديروا داك بوشيير او السميده في الغداء والعشيه العجينه عليها الضيوف في المغرب كيكونوا مايلين ولا كلهم مشقين حتى في المغرب كتلقى ما كتكملش 20 عام كطيح كونوا خفاف العيالات كلوا القطن كلوا الربيع. دابا غادي نمشيو نجيبوا البوطه كنديروا زويته ديالنا فوالا وكنخليو زويته ديالنا كتغلي شو كيطلع هاد العجب هذا غادي تحس براسي كنصايب ميسله والله بحال كنصايب ميسله ودغيا تحمرات نحاول نهبطها لتحت هكاك غادي نضربها وحيده مع قهيوه صافي فهمتيني غير واش سبحان الله الانسان كيفاش كيبتكر شي حاجه في الوقيته اللي ما عندوش الامكانيات وكتستمر هذيك الحاجه واخا من بعد كيولي عنده الامكانيات. دابا ما كانش عندنا شي حاجه هنا شحال هذا باش نقليو فيها طويله دبرنا في طارو سما واحد حلوه الطارو داز الوقت ولا عندنا امكانيات مازال كنطيبو في طارو غادي نقرص وحده اخرى بيض ما طابت هذه انا اخويا اش كيخرج الدايره كاف سي التكستور ديالها غريب الريحه زوينه هذه الحلوه هذه بس زوينه تقدر تصيبها مع وليداتك ولا مع اخوك الصغير ولا اختك الصغيره الطياب ديالها داير بحال الانشطه فهمتيني سيرتو مع الطوير وهذا هكا بحال هكا تصايب معيسله في الدوره ديال الدرب المهم غادي نصايبو شي ربعه بحال هكاك صافي ونحبسو نصايبو قهيوه وندوقو. الو غسيلي دابا غادي ندوقو غادي ناخذ هاد الاولى هادي هي بسم الله مقرمشه واه زوار تبقى حاضرين تما نوض جيب شي طارو حتى انت وجرب بارك الله على وليداتك.